اهلا بحضراتكم من جديد، ودلوقتي هنبتدي مع حضراتكم حلقتنا باولى فقراتنا وهي الفقره الاخباريه. واول خبر معانا النهارده بيقول: استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امس السيد تيري بلسكوج الرئيس التنفيذي لشركه اسكاتك اي اس اي النرويجيه بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده، كما شارك في الاجتماع السيد ميكيل تورود عضو مجلس اداره الشركه والسيد محمد عامر المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشركة، بالإضافة إلى السفيرة النرويجية بالقاهرة. مشاهدينا الكرام، في تقرير عن هذا الموضوع، خلونا نخرج نشوفه ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معنا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد تيري بلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك اي اس اي النرويجية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كما شارك في الاجتماع السيد ميكيل تورود عضو مجلس إدارة الشركة والسيد محمد عامر المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشركة، بالإضافة إلى السيدة هيلدا كليمتيزدال السفيرة النرويجية بالقاهرة. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد متابعة الاستثمارات المتنامية لشركة سكاتك في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين والوقود الأخضر بمصر، ومن بينها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة الذي بدأ الإنتاج بالفعل للمرحلة الأولى لتصبح مصر أول دولة في أفريقيا تنتج الهيدروجين الأخضر، ومشروعي الإنتاج المشترك للأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تقارب 6 مليارات دولار، وفي دمياط باستثمارات حوالي 870 مليون دولار، ومشروع طاقة الرياح بقدرة 5 جيجاوات باستثمارات 5.6 مليار دولار على عدة مراحل خلال السنوات القادمة، ومشروع الإنتاج المشترك للميثانول الأخضر في دمياط باستثمارات حوالي 450 مليون دولار. كما تطرق اللقاء إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة بقدرة حوالي 3 جيجاوات، والذي تم التوقيع على مذكرة تفاهم لبدء الدراسات الخاصة به. وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الشركة النرويجية أكد خلال اللقاء الالتزام بتوسيع استثمارات الشركة في مصر خلال الأعوام المقبلة في ضوء ما شهدته مصر من تطوير متميز لبنيتها التحتية في مختلف القطاعات. وأضاف الجانب النرويجي أن هذا الدعم المصري الكبير لتسهيل مناخ الأعمال يقابله من جانبهم حرص أكيد على بذل أقصى جهد لزيادة الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والمساهمة في الجهود المكثفة التي تقوم بها الدولة لوضع مصر على قائمة الدول المصنعة للطاقة الخضراء والمصدرة لها، بما يجعل مصر وجهة ومحورا للتزود بالوقود الأخضر لخطوط الملاحة العالمية ومركزا إقليميا لإنتاج وتداول الطاقة. وأشار المتحدث الرسمي كذلك إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بالتعاون الجاري مع الجانب النرويجي في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والذي تتم ترجمته سريعا إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع، بما يعكس الإجراءات التي تتخذها الدولة لدفع وتطوير آليات مشاركة القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة في مشروعات التنمية خاصة الطاقة الخضراء على النحو الذي يضيف إلى حجم وقيمة الصادرات المصرية ويعزز القدرة الكلية للاقتصاد الوطني. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ومعانا الخبر التاني. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسة لمشروع مراكز القيادة التخصصي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة الشرف 2، والذي استمر لعدة أيام، وذلك في إطار خطة التدريبات السنوية للقوات المسلحة.
وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسة وعدد من قادة القوات المسلحة. هنروح نتابع التقرير ده ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معنا. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التخصصي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة شرف 2، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وألقى اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذي توليه للهيئة الهندسية للحفاظ على الاستعداد القتالي الدائم والكفاءة الفنية العالية بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار. وقد تضمنت المرحلة عرض ملخص فكرة المشروع وعرض التقارير من مختلف المستويات والتي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي لكافة العناصر المشتركة. ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما ناقش عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات. وأشاد الفريق أول محمد زكي بالأداء المتميز والروح المعنوية العالية للقوات المشاركة في المشروع، مؤكدا أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات المختلفة وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف. أهلا بحضراتكم من جديد ولسه مستمرين في فقرتنا الإخبارية. مصلحة الضرائب المصرية بتعلن أنه لن يتم السماح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير من غير فاتورة ضريبية إلكترونية اعتبارا من يوم 1/7/2023. عشان نفهم أكتر هذا القرار وأثاره على سوق الاستيراد والتصدير في مصر، خلونا نرحب بالأستاذ رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية. أستاذ رجب بنرحب بحضرتك وصباح الفل. أهلا بيك أستاذ، وأهلا بيك بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني في البداية عايزين بقى حضرتك توضح لنا أكتر هذا القرار وأهميته على سوق الاستيراد والتصدير في مصر.
ما زي ما حضرتك تعلم ان هناك استراتيجيه موضوعه اساسا من الدوله، وهي تحول الدوله من النظام الورقي لنظام الرقمنه، اي ان تكون اعمال كافه الاعمال داخل دولاب مصلحه الضرائب المصريه ان يكون اوتوماتيكيا او من خلال منظومه الكترونيه. احد محاور المنظومه الالكترونيه اي ان الفاتوره التي يصدرها البائع او يصدرها المشتري بالنسبه لتعامل بين البائع والمشتري، والفاتوره الالكترونيه ديت بتطبق على المسجل داخل مصلحه الضرائب المصريه. فبالتالي كان هناك وفقا لاحكام قانون الاجراءات التضريبيه الموحد رقم 206 لسنه 2020 الزام الممولين بتسجيل تعليم ومشترطين عليها من خلال المنظومه الالكترونيه، وهذا اصبح التزام وفقا لاحكام هذا القانون، وصدر قرارات من عالي رئيس مجلس الوزراء بحظر التعامل مع من لم يسجل في نظام الفاتورة الإلكترونية. وبالتالي ما يحدث الآن وفقا للفحص الذي يبدأ اعتبارا من 1/7/2013 فلن يكون هناك حماية التكاليف أو المشتريات إلا من خلال فاتورة إلكترونية. وبالتالي أن المستورد الذي يقوم باستيراد سلع وخدمات من الخارج إلى المصري لابد أن يكون مسجل في نظام الفاتورة الإلكترونية، وأيضا من يقوم بتصدير سلع وخدمات إلى خارج القطب المصري لابد أن يكون مسجل في نظام الفاتورة الإلكترونية للفاتورة الإلكترونية. وبالتالي استاذ حضرتك بس استاذ رجب ممكن نتحرك يعني سنه يمين او سنه شمال كده الشبكه بس تتظبط كده؟ تمام تمام زي الفل اتفضل. وبالتالي ان اي مستورد لن يستطيع ادخال اي سلع او خدمات داخل اقليم جمهوريه مصر العربيه الا اذا كان مسجلا الكترونيه ومصدر الفاتوره الالكترونيه. وايضا بالنسبه لمن يقوم بتصدير سلع وخدمات إلى خارج القطر المصري لن يستطيع تصدير تلك السلع والخدمات. هتقول لحضرتك كيف يتم ذلك؟ لأن هناك ربط شبكي بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك التي تقوم بمعاينة والإفراج عن السلع والخدمات الخارج، وأيضا بتقوم بمعاينة السلع والخدمات المصدرة من الخارج. فبالتالي بيتم الدخول على موقع شبكة الخدمات أو الربط الشبكي بين كل من مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك، وفي حالة عدم وجود وتسجيل المصدر أو المستورد على موقع مصلحة الضرائب المصرية أنه مصدر للفاتورة الإلكترونية ومسجل في الفاتورة الإلكترونية فلن يستطيع أي من الطرفين سواء كان المصدر أو المستورد تصدير أو استيراد سلع أو خدمات أو إلى خارج القطر المصري. أستاذ رجب برحب بحضرتك مرة تانية، صباح الخير. صباح النور يا فندم، أهلا بك. أهلا بحضرتك. خليني أسأل حضرتك، هل في مصروفات هيتحملها الممول لما يجي يستخدم الفاتورة الإلكترونية؟ لا يوجد هناك مصروفات سوى أنه بيسجل وبيتم الاشتراك. أنا طبعا فاتورة الإلكترونية لها مجموعة من العناصر اللي هي التكويد والتوقيع الإلكتروني، فهو بيتم اشتراك عن طريق الشركة المصرية في شراء جهاز التوقيع أو الخاتم الختم الإلكتروني فقط لا غير، وهي بواقع مصروفات 500 جنيه سنويا أو 500 جنيه لمدة 3 سنوات. طيب أستاذ رجب، يعني إحنا دورنا هنا في الإعلام هو التوعية بأهمية يعني مثل هذه الحاجات المهمة اللي دايما المصلحة بتحرص عليها زي الفاتورة الإلكترونية وغيرها. عايز بقى سؤالي لحضرتك هنا، دور المصلحة في توعية وتثقيف الممولين بأهمية الفاتورة الإلكترونية بيحصل إزاي؟ هل في جلسات توعية؟ هل في مناقشات؟ إزاي بتوصلوا للممولين أهمية الفاتورة الإلكترونية مش بس من خلال الإعلام، لا كمان بالجلسات؟ يعني طبعا هناك التزام وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد في احد مواد المادة رقم 3 ان هي التزام على مصلحة الضرائب المصرية
بنشر الوعي الثقافي والضريبي لدى المتعاملين صاحب المصري، وبالتالي هذا الضوء أكثر من 365 ندوة أونلاين. دي أول شيء، 300 للتعريف بالفاتورة الإلكترونية وأهميتها ومن ملزم بالتسجيل فيها ومن الملزم بإصدارها. ثاني حاجة، هناك اجتماعات لايف مع كل من غرف تجارية على مستوى الجمهورية، مع الاتحاد العام للغرف، مع النوادي، يعني بنروح النوادي حضرتك، ويتم التنويه عن الندوة التي تقام في الهيئة العامة للتعليمات على مستوى الجمهورية في كل محافظة. دي كلها خلاف السوشيال ميديا، هناك موقع لمصلحة الأدارية المصرية على صفحة يوتيوب وفيسبوك، وخلاف المنشورات المرئية، أيضا هناك إعلانات في التلفزيون، وأيضا هناك إعلانات في الراديو على أهمية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، سيكون ما يسمع ومن لا يسمع يشاهد، ومن لا يشاهد أو لا يسمع بالحضور لايف في بالنسبة للندوات، سواء كانت أونلاين أو بالنسبة للحضور في الغرف التجارية والاتحادات العامة والنوادي. كل ده مجهود بتقوم به مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للإعلام بالمكتب السيد وزير المالية، والإدارة المركزية للإعلام بمكتب السيد وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب المصرية. أستاذ رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بنشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة. وتاني بننوه على السادة المشاهدين وبالأخص أصحاب الشركات أنه مصلحة الضرائب بتعلن أنه لن يسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير من غير فاتورة ضريبية إلكترونية اعتبارا من 1/7/2023. فمهم جدا أنكم تاخدوا بالكم أنكم تشتركوا في نظام الفاتورة الإلكترونية، عشان 1/7 مش هتعرفوا ولا تستوردوا ولا تصدروا إلا من خلال هذه الفاتورة. مشاهدينا الكرام، هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ومعانا خبر لمحبين الصيف كلهم، خلاص طلعوا صيفي لأن درجة الحرارة خلاص بتقرب من 40 درجة في جنوب مصر، وكمان البلاد هتتأثر الفترة اللي جاية بكتل هوائية صحراوية قادمة من شبه الجزيرة العربية. لتفاصيل أكتر عن هذا الخبر وعن درجات الحرارة الفترة اللي جاية، معانا على التليفون دكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية السابق. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. محتاجين نتكلم على درجة الحرارة الفترة اللي جاية هتكون إزاي؟ يعني إحنا لمجرد ليومين، يعني 48 ساعة النهاردة وغدا إن شاء الله، زي ما هيبقى العمل الأرصاد الجوية قالت هيبقى في ارتفاع في درجات الحرارة، لكن هتبدأ تتحسن بعد مرور 48 ساعة. ويعني النهاردة هتكون أكتر حرارة هي تكون 34 على طالع سبيل المثال، ولكنها هتنكسر بعد غدا إن شاء الله لتوصل إلى 30 ثم 29 درجة، وتبدأ تثبت على 29-30. يعني هيبقى الجو لطيف، لكن على الجنوب هو اللي بيبقى مرتفع إلى حد ما، درجة الحرارة بتبقى عادية شوية في جنوب البلد. طب يا دكتور، درجة الحرارة المرتفعة دي هتفضل مستمرة معانا طوال اليوم ولا بالليل هيجي بقى شوية البرد اللي احنا متعودين عليهم دول؟ يعني هيبقى مائل للبرودة في النهار، في الليل المتأخر والصباح الباكر. يعني لو انا هتأخر، لو معايا حتى جاكيت خفيف كده هيبقى كويس قوي، لان خلاص كده احنا ايه نقدر نقول ان احنا دخلنا في النص التاني من الربيع اللي هو بيشابه الى حد ما بدايات الصيف. يعني يا دكتور نعتبر ان موجة الحر دي موجة مؤقتة، هي يعني الحر الشديد، الحر مؤقتة. الشديد الفترة اللي جاية اللي هي درجة الحرارة اللي هو لمدة 48 ساعة اليوم وغدا. طيب ممكن بقى حضرتك تكلمنا اكتر عن الظواهر الجوية من شبورة ورياح، وتحديدا يعني تحديدا يعني بيبقى في ايام كده بيبقى في رياح واتربه في النهار، فازاي نتعامل مع الحاجات دي؟
يعني احنا اولا في الصباح الباكر على المناطق الزراعيه والقلوم المسطحات المائيه هيبقى في شبوره مائيه في الصباح الباكر، لكن ما هيش كثيفه، لكن اغلب النهار بيبقى في نشاط للرياح على القاهره الكبرى والسواحل الشماليه وجنوب البلاد. في بعض الاوقات اللي بيبقى اماكن قريبه المكشوفه والصحراويه بيبقى مثير للمال والاتربه، لكن لا يؤثر على الرؤيه. فيعني الى حد ما بنطلب من الساده اصحاب الكاستن او امراض الكاستن النفسي بيبقى يلبس الكمام. دكتور احمد عبد العال رئيس الهيئه العامه للارصاد الجويه السابق كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام لسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا الاخباريه، لكن اسمحوا لنا نخرج لفاصل سريع ونرجع تاني نكمل باقي اخبارنا، لسه مكملين، خليكم معنا. احنا كل يوم بنكتب في التاريخ انجاز حصل، بص شوف الشعب تلقى فينا 100 مليون بطل، يوم بعد يوم انجاز جديد والصورة واضحة من بعيد، شعب وإرادته من حديد وإرادته على العالم وصل. احنا كل يوم بنكتب في التاريخ انجاز حصل، بص شوف الشعب تلقى فينا 100 مليون بطل، يوم بعد يوم انجاز جديد والصورة واضحة من بعيد، شعب وإرادته من حديد وإرادته على العالم وصل. مصر تحيا وألف تحيا كل شبر في كل ناحية، مش كلام بس في هنا، ايد بتحمي وايد بتبني، ولسه بكرة هيجي ابني بعدي هيكمل بناء. احنا من قبل التاريخ ما يجي كنا موجودين، تسألوا الأرض وهتحكي عن بلدنا نبقى مين، دولة صعبة تتهزم، شعب صعب يتقسم، الهرم بيترسم، اسم مصر من سنين. مصر تحيا وألف تحيا في كل شبر في كل ناحية، مش كلام بس في هنا، ايد بتحمي وايد بتبني، ولسه بكرة هيجي ابني بعد هيكمل بناء. تحية للبطل اللي غير شكل مصر، اللي عاش ينحت في صح، اللي خلى المصري رفع راسه فوق وبكل فخر. مصر تحيا وألف تحيا في كل شبر في كل ناحية، مش كلام بس في هنا، ايد بتحمي وايد بتبني، ولسه بكرة هيجي ابني بعدي هيكمل بناء. مصر تحيا وألف تحيا في كل شبر في كل ناحية، مش كلام بس في هنا، ايد بتحمي وايد بتبني، ولسه بكرة هيجي ابني بعدي هيكمل بناء. الله يناديك يا ولد، ما حد يضرك وخلي لك ولادات وبارك فيك وراضيك. تحيا وألف تحيا في كل شبر في كل ناحية، مش كلام بس في هنا، ايد بتحمي وايد بتبني، ولسه بكرة هيجي ابني بعد هيكمل بناء. اللي شايفه حلم او خيال، اوصف الجمال ده قول في ايه، اللي جه وشاف ده كله قال بصوا شوفوا مصر عاملة ايه. ده اللي شايفه خيال واخد قلبي وعيني، الجمال ده يا عيني جنة ولا عالبال. I'm
صدق اللي هتشوفه بعينيك في البلد دي لسه فيه وفي دنيا تانية حلوة بتناديك. بصوا شوفوا مصر عاملة ايه، ده اللي شايفه خيال واخد قلبي وعيني. الجمال ده يا عيني جنة ولا عالبال. اللي شايفه خيال واخد قلبي وعيني. الجمال ده يا عيني جنة. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، والخبر ده هنتكلم إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفض الطلب المقدم من اتحاد الكرة بتأجيل مباراة مصر وغينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكاس أمم إفريقيا. والتفاصيل أكتر عن الخبر ده معانا على التليفون دكتور مدحت رشدي، نائب رئيس تحرير أخبار اليوم والمحلل الرياضي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا أستاذ مريم، تحياتي لحضرتك كل السلام. أهلا بحضرتك يا فندم. خلينا نتكلم عن معاد المباراة وإيه سبب مطالبة المنتخب أصلا بتأجيل المباراة. طبعا للأسف الشديد الاتحاد الأفريقي هو سر الأزمة حتى الآن، لأن هو كان المفترض أنه يحدد مع الاتحادات اللي في الدول اللي هي المحلية اللي في الدول خلال فترة التوقف الخاصة بالفيفا. يعني كان المفترض يحدد لإما فأول الأسبوع لآخر، لكن للأسف الشديد احنا فوجئنا ان غينيا اللي مش هتلعب على أرضها علشان عدم اعتماد الملعب الخاص بها في غينيا، وهو ملعب استاد 28 سبتمبر، وهتلعب في المغرب، هي اللي حددت بنفسها يوم 14 اللي هو الأربع. يعني يعتبر ده في نص الأسبوع يعني، أو مع نهاية يعني هكذا. لكن فترة التوقف الدولي القادمة من يوم 12 حتى يوم 20 شهر مايو، طبعا شهر يونيو، فاحنا فوجئنا بيهم ان هم في الاتحاد الافريقي ما حددوش. فلذلك لما حددت غينيا رغم انها هتلعب برا ملعبها، ففوجئنا بها حتى الان في تزمت في هذا الامر. دي نقطه مهمه للغايه. طيب يا دكتور، هل سيتاح لمنتخب مصر انه يخوض مباراه وديه في يونيو المقبل؟ احنا بس عايزين نقول قبل ما هيخوض او لا، مصير هذه المباراة الودية محدد برضو بالأمر الخاص بالمباراة غينيا. فأنت دلوقتي فيها مش طبعا حتى الآن تم ورود عروض من البرازيل والمكسيك وأمريكا، في أبرز المنتخبات اللي هي طلبت تلعب معاك، لأن أنت مش عارف هتلعب ماتش غينيا حتى الآن يوم 14 ولا، لأن في محاولات حاليا. فلذلك هذه المباريات مصيرها مجهول حتى الآن. فإذا في التوقيت الحالي اللي أنا بكلم سيادتك فيه، المنتخب الوطني أو اتحاد الكرة لم يقصر في الشيء في هذا الأمر، أن اتحاد الكرة بعد في شهر واحد واثنين وثلاثة اللي فاتوا يطلب أن المباراة تقام يعني في وقت مختلف، لكن طبعا أو وقت متأخر، يعني ممكن مع نهاية الفيفا ديت اللي هو التوقف الأفريقي. فكان الاتحاد المصري كرة القدم طلب حتى الآن برضو محاولات أخيرة لإقامة المباراة يوم الثلاث 20 يونيو، وهذا الأمر طبعا يعني معلق حتى الآن. طب هل في سبب للرفض يا دكتور؟ يعني إيه سبب الرفض؟ ليه بيرفضوا؟ الرفض مش من الرفض، السبب هو الاتحاد الأفريقي. ليه؟ السبب بسيط. الاتحاد الأفريقي زي ما قلت لحضرتك
لم يحدد أو لم يجبر الاتحادات الخاصة بالدول زي الأول أنها تلعب لإما في نهاية الأسبوع لآخر الأسبوع، ولذلك المرة دي هو حدد هذه السلطة أو هذا القرار الاتحادات الخاصة بالدول الأفريقية نفسها، الاتحادات اللي موجودة في كل في كل دولة أفريقية. فلذلك لما هو حدد هذا الأمر فكان ملزم أن هو كمان يتم الانصياع إلى هذا يعني هذا الموعد اللي حددته غينيا، لأن ماتش غينيا كمان برضو كمعلومة سريعة هيقام، طبعا مش في غينيا، هيقام في مراكش في المغرب، فدي نقطة يعني مهمة. فاحنا على الأقل خالص ممكن الساعات القادمة لو احنا معانا حد من الناس المصريين اللي هي ذات ثقل في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي، من الممكن هذا الأمر يعني يتم تغييره. يعني مثلا عندك مثلا المهندس هاني بوريدة، هذه الشخصية المحترمة جدا، لو تدخل هنشوف قوته، هل هتدخل او لا. طبعا تدخل لتحديد معاد مباراه وليس لمجامله مصر في حاجه، ده كل ما في القصه، لان انت عندك كمان لو تم اجبار الاتحاد المصري كنت هو توصيل صوت مصر مش اكتر، يعني مش بالضبط. فانت عندك لو تم لعب المباراه اليوم يوم 14، فانت عندك في مشكله كبيره. المشكله الكبيره دي لان انت عندك لعبت الاهلي، اذا كانوا هيلعبوا مباراتي الدور الاخير في دوري ابطال افريقيا يوم 11 القادم في شهر يونيو القادم، فطبعا هيبقى من الصعب ان اذا كان هيلعبوا في المغرب مع الممثل المغرب اللي هو الوداد، او هيلعبوا في جنوب افريقيا، فالمغرب بينها ما بين حوالي خمس ساعات ونص، دي ناحيه. هو بالنسبة لجنوب أفريقيا 8 ساعات، فهو على بنت ما يجي لك هياخد يوم كامل، وعلى بنت ما ينضم ليك هيبقى خلاص هو اليوم الأخير، ففي إرهاق غير طبيعي. فالمباراة حتى لو كان إقامة بهذا التوقيت اللي هو يوم 14، فأنت من الاحتمالية الكبيرة بدرجة هنقول 95% لعيبة الأهلي اللي هيبقوا موجودين مع الأهلي صعب إنهم هم يلعبوا هذه المباراة، وممكن تلعب هذه المباراة من غير لعبت الأهلي وهم قوة ضاربة. طب يا دكتور، عاوزين نتكلم عن توقيت إقامة مباراة الأهلي والترجي التونسي لمباراة التأهل الإياب في النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وإيه هي السيناريوهات المتوقعة؟ بالنسبة لماتش الأهلي والترجي بإذن الله تم تحديد لها طبعا يوم 19 مايو اللي هو الجمعة القادم الساعة 10 مساء على استاد القاهرة. طبعا السيناريوهات المتوقعة حتى الآن هنقول ان طبعا الأهلي فايز في مباراة الذهاب في تونس في استاد رادس نفسه 3-0. طبعا هذا الأمر هيصعب بشكل كبير جدا جدا مهم على الترجي التونسي، فممكن نقول على الورق ان ما فيش امل للترجي التونسي ان هو يفوز هنا 4-0، ولكن لا قدر الله لو حصل ان الترجي جاب 3 اهداف او فاز في المباراه بثلاث اهداف مقابل لا شيء، يعني نفس النتيجه اللي في تونس بالنسبه للنادي الاهلي، ففي الحاله دي هيلعبوا اكسترا تايم، يعني وقت اضافي من شوتين، ولو تم الاحتكام بعد كده للتعادل السلبي في الماتش في الشوطين الثالث والرابع، ففي الحاله دي هيتم اللجوء للعب ضربات ترجيح. ولكن كل ده يعني احنا بنتكلم في شيء يعني خيالي على مستوى الواقع او على مستوى الورق، ولكن ما ننساش ان كل شيء وارد في كره القدم، ولو ان هذا الامر صعب بالنسبه لتحقيقه في استاد القاهره وكمان مع الاهلي اللي هو يعتبر هيلاقي هذه المباراه المنافس الخاص به في هذا الامر. ولذلك عندك كمان في هذه المباراه القادمه هي تحمل رقم 20 ما بين الفريقين في بطوله دوري ابطال افريقيا للانديه. الاهلي ذات تفوقه في المباراه الاخيره
ان هو فاز كده وصل الى الفوز رقم 11 مقابل ان الترجي كان فاز في 4 مباريات. ولذلك الاهلي كمان احرز بالثلاث اهداف في المباراه السابقه 25 هدف حتى، وبالنسبه للترجي 12 هدف. طبعا الامر ده بالنسبه للاهلي هيساهم بقوه في ان هو الاهلي يلعب هذه المباراه وياخذ هذه المباراه وهو معنوياته مرتفعه جدا جدا جدا. طب يا دكتور، يعني شايف بقى مشاركه محمود كهربا في هذه المباراه اللي هتجمع ما بين الاهلي والترجي، لان احنا سمعنا تصريحات بتقول انه بيتم تجهيز محمد شريف انه يبدا من بدايه المباراه يعني، فراي حضرتك ايه؟ هل كهربا هيلعب ولا محمد شريف ولا هيبدا؟ انا بقول ان ممكن هما الاثنين من خلال الكواليس اللي احنا عارفينها الاثنين هيشاركوا، ممكن حتى لو شارك محمد شريف من البداية هيشارك برضو لأخذ حساسية المباريات محمود عبد المنعم كهربا، لأن ما فيش ما يمنع طبعا إداريا ولا أي شيء، لأن كمان الأهلي هيشارك في هذه المباراة ويأخذ هذه المباراة وهو مكتمل الصفوف، ما لا يوجد ما يمنع من حيث الإنذارات ولا الإصابات فهو مكتمل الصفوف. بالنسبة مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، هو من الممكن يعمل بعض الأمور الخاصة بالتشكيل، يعمل تغييرات في التشكيل بحيث أن هو يريح بعض العناصر القليلة جدا اللي موجودة في النادي الأهلي علشان لأن المباراة برضو مش يعني ما هياش برضو بحساسية المباراة الأولى، لأنه هو بيلعب مستريح بعض الشيء لأنه كسبان 3، لكن يجب أيضا احترام الحذر طبعا في آخر لحظة، لأني كل شيء زي ما قلت لحضرتك وارد في كرة القدم، فان ممكن مارسيل كولر ممكن يريح بعض العناصر، ممكن يدفع بوسوليه بعمر السوليه في وسط الملعب، ممكن يدفع بمحمد شريف مكان كهربا في بعض الوقت، ولكن انا باكد ليك ان الاثنين هيلعبوا، دي ناحيه مهمه، بس طبعا هو هيعوز يريح، هيحتاج لتريح كهربا لفتره طويله علشان يدخروا لمباراتي الدور او لمباراتي النهائي اذا كان امام صن داونز او امام الوداد المغربي. طبعا يعني فرقتين صعبين. لا الاثنين صعبين جدا، فتريح بعض العناصر ده امر كويس، وانك تفوز هناك في تونس على الملعب المنافس فده يريحك بشكل كبير جدا جدا. فتحقيق التوازن في الملعب ما بين اللاعبين وما بين مختلف الخطوط بعناصر موجودة لم تكن تلعب بشكل يعني كامل في مختلف المباراة في مختلف يعني أوقات المباراة، ده أمر جيد بالنسبة للفرقة عايزة ترجع للتتويج الخاص بأفريقيا اللي غاب عنها منذ فترة بتحقيق اللقب الجديد اللي هو الثامن على سبيل المثال يعني. طب يا دكتور، المباراة هتبقى بحضور الجماهير ولا هتبقى من غيره؟ ده هتبقى بحضور الجماهير، وحتى الآن ومش هنقول حتى الآن، لا بالفعل تم السماح بحضور 10,000 متفرج بتشجيع نادي على ملعب استاد القاهرة، حسب ما يقال بلغة الكورة استاد الرعب بالنسبه للمنافسين، اذا كان المنافسين دول انديه او منتخبات، في 10,000 هيشجعوا النادي الاهلي في هذه المباراه اللي بعتبرها طبعا مصيريه، برغم ان هي الاهلي فاز هناك 3-0 لكن هي مصيريه، لان برضه المباراه دي عندما يتم تحقيق فيها الفوز او حتى الخروج بالتعادل باذن الله فامر كويس بالنسبه للنادي الاهلي انه يدخل المباراه النهائيه أو مباراتي الدور النهائي بشكل فيه يعني تحفيز أكثر، معنويات أكثر. دكتور مدحت رشدي نائب رئيس تحرير أخبار اليوم والمحلل الرياضي كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام لسه مستمرين مع حضراتكم، لكن اسمحوا لنا نخرج لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معنا. تفوت عليك المحن
ويمر بيك الزمان وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان ومهما كان الله وكل خطوه نص ومهما كان انت مصر يا مصر وكل خطوه نص قول معايا نعيش يا مصر ونموت يا مصر 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 تحيا مصر كلك شهامة وكرامة يا راية فوق كل راية انت لحبيبك سلامة وانت لعدوك نهاية كلك شهامة كل خطوة بنصر ومهما كان انت مصر وكل خطوة بنصر نعيش يا مصر ونموت يا مصر 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 تحيا حسن السلام والأمان وانت الحضارة الأصيلة قبل التاريخ والزمان مصر بلادي الجميلة حسن السلام والأمان وانت الحضارة الأصيلة قبل التاريخ والزمان ومهما كان انت مصر وكل خطوة بنصر ومهما كان انت مصر وكل خطوة بنصر طيب نعيش في مصر ونموت في مصر أهلا بحضراتكم من جديد ولسه مستمرين في أخبارنا. امبارح تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة إسكاتك ASA النرويجية. هذه المذكرة هي مذكرة تفاهم لبدء دراسات مشروع تصدير مصر للطاقة المتجددة لأوروبا عبر إيطاليا. عشان نفهم أكتر عن هذه المذكرة وهذا التعاون خلونا نرحب بضيفنا اللي هيكون معنا دلوقتي دكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة. بنرحب بحضرتك يا دكتور وصباح الفل. صباح الخير لحضراتكم ولجميع متابعين كرامة. أهلا بحضرتك. في البداية عايز حضرتك تتكلم معنا أكتر عن أشكال التعاون مع شركة إسكاتك ASA النرويجية وفكرة التعاون الأجنبي في مجالات مختلفة ليها علاقة بالطاقة المتجددة. وطبعا خلينا أكد لحضرتك إحنا التوجيهات السيد الرئيس في فتح المجالات بالتعاون مع كل الخبرات والقطاع الخاص والاستثمار في كل المجالات. يمكن لو بنتكلم على الكهرباء والطاقة يمكن أكثر المجالات جذبا للاستثمار هو مجال الطاقة المتجددة وأيضا جزء الخاص به جزء خاص بالربط طبعا. ويمكن التعاون مع الخبرات العالمية ده في مجالات متعددة ومن ضمنها شركة إسكاتك كانت بدأت في بنبان تعاون معهم في مجمع بنبان الطاقة الشمسية
وتوسعت العلاقة ما بيننا وبين شركة النرويجية بخبرتها في الرياح، وكان آخرها كان في شرم الشيخ في أثناء الكوب 27 أثناء افتتاح الرئيس لأول مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. ده كان بالتعاون ما بين شركة سكاتك النرويجية وأوراسكوم المصرية. بدءا بالاهتمام بموضوع الهيدروجين الأخضر، فبالتالي هو التعاون مع الشركة تعاون وثيق وموثوق فيه، وأيضا التعاون مع الخبرات العالمية والعربية كبير جدا. وعايز أقول لحضرتك أن كان برضو أثناء الكوب 27 كان هناك توقيع مذكرات تفاهم أيضا مع كبرى الشركات العربية والعالمية لإنتاج حوالي 28 ألف ميجا وات من طاقة الرياح، بالإضافة إلى المذكرات التفاهم اللي تم توقيعها. تقريبا 23 مذكرات تفاهم تم توقيعها مع كبرى الشركات العالمية في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ومشتقاتهم، منها 9 اتفاقيات إطارية تم توقيعها أيضا أثناء الكوب 27. فبالتالي هو توجه وتوجيهات أساسية للتعاون والاستفادة وتوطين هذه الخبرات على الأرض. دكتور أيمن، برحب بحضرتك مرة تانية ودايما منورنا في صباح مي. أهلا بك يا فندم، تحياتي لحضرتك. أهلا بحضرتك. خلينا نتكلم عن الخطوات اللي تمت في مشروع الربط الكهربائي في قارة أفريقيا وأسيا وكمان أوروبا وأهمية المشروع ده. طبعا هو تحقيق لرؤية سيادة الرئيس في أن مصر تكون مركز إقليمي لتبادل الطاقة بحكم موقعها الاستراتيجي المتوسط 3 قارات أفريقيا وأوروبا وأسيا، وأيضا الطفرة الكبيرة اللي تمت في مجال إنتاج الكهرباء وتطوير شبكات النقل الكهرباء اللي بتستخدم في ربط ما بين الدول وبعضها، بالإضافة إلى العلاقات الطيبة اللي بتربط ما بين مصر وما بين الدول المحيطة بها. كمان ما ننساش جزء مهم جدا وهو أهمية الربط الكهربي والتوجهات العالمية في إن العالم كله يبقى في ربط كهربي بينهم وبين بعض، والتحديات اللي بتواجه العالم في مجال الكهرباء والطاقة. يمكن عندنا احنا في خطوط ربط ما بيننا وبين بعض الدول، زي ما بيننا وبين الأردن، بيننا وبين ليبيا، بيننا وبين السودان، والثلاث خطوط ربط في إجراءات ودراسات لزيادة القدرات الخاصة بها. أيضا في مشروع بيتم تنفيذه حاليا للربط ما بيننا وبين السعودية، وده يعتبر أكبر خط ربط موجود لتبادل حوالي 3000 ميجا وات في المنطقة. هناك مذكرة تفاهم تم توقيعها مع قبرص اليونان للربط مع أوروبا من خلال قبرص اليونان. ومؤخرا زي ما حضرتك أشارتي بالأمس كان هناك مذكرة التفاهم الخاصة بالدراسات للربط مع إيطاليا وأوروبا، ويمكن الربط بيعود بالنفع على كل الأطراف. أولا الربط الكهربي بيعمل تقوية للشبكات، كمان في نفس الوقت يمكن عندنا احتياطي كويس جدا، وبالتالي تصدير الطاقة ده هيساعد في دخل للاقتصاد القومي، بالإضافة إلى الجزء المتصل بالطاقات المتجددة. يمكن أوروبا مهتمية جدا بالحصول على الطاقة وعندها تحديات في هذا المجال، وخاصة الطاقة المتجددة مهتمية جدا بحصول الطاقة المتجددة، وإحنا عندنا الحمد لله وفرة، والمخاطر الاستراتيجي اللي في السنوات القادمة مخطط طموح جدا. والربط ده مش بس ربط ما بيننا وبين أوروبا، ده ما بين أفريقيا كلها وأوروبا، وخاصة أفريقيا برضو غنية بالطاقات المتجددة. وبالتالي الاهتمام خاص بمصر هو الربط مع أوروبا من أكثر من يعني خط، من اليونان ومن إيطاليا ومن قبرص، علشان نقدر نحن نلبي أو نوصل إلى أن مصر فعلا تكون مركز إقليمي لتبادل الطاقة. طب يا دكتور، عايز أسأل حضرتك عن حجم ما تنتجه مصر من الطاقة المتجددة والمستهدف إنتاجه كمان في المستقبل. يمكن نحن وصلنا حاليا أكثر من 3600 ميجا وات، ودي كمية قدرات كبيرة.
المخطط طبقا للاستراتيجيه المصريه ان تصل لنسبه مشاركه الطاقات المتجدده فيما يسمى مزيج الطاقه، يعني ما يبقاش اعتماد على مصدر واحد اكثر من مصدر، النسبه ديت الطاقه المتجدده تصل ل 42%، وده كان تم تحديثها قبل كده، وحاليا بيتم تحديث هذه النسبه، ممكن تزيد هذه النسبه على سنه 2040 و2050 نظرا ل اولا زي ما احنا قلنا ان توسع في المشاريع. وكمان مصر بتتمتع بقدرات كبيره جدا لانتاج الطاقه من المصادر المتجدده خاصه من الشمس والرياح، بالاضافه الى اهتمام المستثمرين والقطاع الخاص وكبرى الشركات زي ما احنا اشرنا لضغط مراتهم في مجال الطاقه المتجدده في مصر، وخاصه اللي بيشوفوه من مصر ان هي جاده جدا في توسع في الطاقه الخضراء وسواء الطاقه المتجدده او الهيدروجين الاخضر. طب يا دكتور، هو احتياطي مصر من الطاقه الكهربائيه قد ايه دلوقتي؟ يعني احنا وصلنا، يمكن عايز اقول لك مثال كده، يمكن الصيف اللي فات وده بيبقى فيه اقصى احمال موجوده فيها، وصلنا تقريبا اقصى حمل وصلته مصر على مدار التاريخ كان حوالي 34400 ميجا وات، وكان احتياطي اكثر من 13000 ميجا وات، وده احتياطي كويس جدا، يعني بيمثل تقريبا حدود 25% او اكثر من 25%، وده بيماثل النسب العالميه، النسب العالميه بتبقى من 25 ل 35%، بالاضافه الى قوه الشبكات، لان الاحتياطي مهم اي نعم، ولكن برضه مهم ايضا بنفس التوازي هو ان يكون عندنا الشبكه تكون قويه، والحمد لله الشبكه المصريه شبكه قويه دلوقتي بتساعد في ان هي تنقل الطاقه الكهربائيه وتبقى في استقرار داخلي، وكمان في نفس الوقت تساعد على تلبيه الاحتياجات من الدول الجوار. فالاحتياطي عندنا احتياطي محترم كويس جدا، بدخول قدرات مستقبليه في مشاريع الطاقه المتجدده والمخطط اللي موجود في السنوات القادمه هيساعد ايضا في تنفيذ مشروع الربط ان شاء الله الكهربي ما بيننا وبين اوروبا وتلبيه كل الاحتياجات والنفع اللي بيعود على كل الاطراف ان شاء الله. دكتور ايمن حمزه، المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء والطاقه، بنشكر حضرتك جدا على هذه المداخله، ودايما مصر في الصداره في كل المجالات، سواء المجالات اللي ليها علاقة بالطاقة المتجددة أو المجالات المختلفة. مشاهدينا الكرام، بكده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا الإخبارية، نخرج لفاصل سريع ونرجع مع حضراتكم تاني نستقبل فقرتنا الصحفية اللي بنحلل فيها أهم وآخر المنشطات المتصدرة للمشهد الصحفي، وإن شاء الله هيشرفنا وينورنا عبر ماسنجر أستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي عشان يحلل معانا هذه المنشطات. فاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معانا.